هيلاري كلينتون أطلقت تنظيم الدولة على العالم. الآن هناك 1000 تحقيق في أعمال تنظيم الدولة في العالم. إنها لا تحب ذلك، كثيرين يوافقون على ذلك. لقد رأينا هجمات على سان برناردينو كاليفورنيا في النادي الليلي، وبرج التجارة العالمي، وفي نيس رأينا هجمات، وفي ألمانيا، في جميع أنحاء العالم. ولا نريد أن نكون ناسا أغبياء، نخسر وظائفنا ونسمح للناس بالقدوم إلينا ولا نعرف شيئا عنهم وما هي من أين يأتون وماذا يريدون أن يفعلوا. سوف نبني الجدار ومكسيك ستدفع ثمنه.